بسم الله الرحمن الرحيم. رأيت جماعة التبليغ قامت بجهد قصرت فيه جماعة، كتاب الله مقصدهم وهدي من المختار قدر الاستطاعة، وحب المسلمين على اختلاف بما هم فيه من خير وطاعة، لهم نهج وأسلوب حكيم يدل على السلامة في البضاعة، تراهم كالرعاة إذا فصيل نأى يخشون في هم الضياعة، ينمون التواضع في نفوس نمت بالكبر من يوم الرضاعة، ويدعون الجميع إلى خروج لإخراج الهلاعة والجشاعة، وإخراج التباغض والتعالي، وإحلال السماحة والقناعة. ترى من كان جبارا عنيدا من الإيمان قد لان الطباعة، ويدرف دمعه أسفا على ما مضى من عمره يبكي انقطاعا، فكم من جاهل أخذوا يديه إلى ما فيه يرجون انتفاعا، وكم من غافل وأخي ضلال أعادوه إلى ركب الجماعة، بصبر واحتمال واجتهاد بود واحترام في وداعة، لهم في الجمع ترتيب عجيب ترى أدبا وتضحية وطاعة، ولو جمعت مئات من سواهم رأيت عليهم شبح المجاعة، تكاد وهم ألوف لا حسيس لهم أبدا ولا تسمع نزاعا، وإن تسمع إلى الأحوال منهم ستسمع ما ستعجب من سماعه، فلو وجدوا في الحكام عونا لمد الخير في الدنيا ذراعه، وكف الشر والأشرار عنهم وكانوا كالوقاية والمناعة، فمن عرف الجماعة لم يدعهم ولازمهم ولو أفنى متاعا، إذا الإيمان أشرف في فؤاد بدا في كل جارحة شعاعا، فقوموا للخروج إلى حياة لتزكية النفوس ولو لساعة، وسيروا باليقين إلى إله كريم وارفعوا أيدي الضراعة، وقولوا رب مغفرة وعفوا، وكن يا رب عونا للجماعة، وتمم بالصلاة بلا انقطاع على المختار في يوم الشفاعة.